Welcome to the Egypt. النهاردة معنا دكتور رشا صبح. أهلا بحضرتك يا دكتور. ممكن حضرتك تعرفيني من نفسك؟ أنا دكتورة رشا صبح، مدرس أمراض بطنة في القصر العيني جامعة القاهرة، واخدة دكتوراه في أمراض البطنة والإندوكراين الأمراض السكرية. أهلا بحضرتك دكتور. كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه رايك السنه دي في المؤتمر. الحقيقه المؤتمر مبهر زي كل سنه، والسنه دي كمان انا شايفه الاقبال كبير جدا، وفي ناس كتير معجبه جدا بكل حاجه والتنظيم، وكمان في جزء جديد اتضاف السنه دي اللي هو المكان اللي فيه الاي بوسترز، ان احنا نقدر نعرض البوسترز بتاعه المشاركين عن طريق الانترنت، وده كانت حاجه كبيره وعظيمه واختلاف شويه في المؤتمر، بس الحقيقه هو مؤتمر عظيم زي كل سنه. دكتور حضرتك عندك سيشن حضرتك فيها سبيكر، عايزين نعرف من حضرتك ايه هي. السنه دي الحقيقه انا كنت بقدم سيشن عن التريتمنت او المانجمنت اوف كوموربيديتيز اللي بتحصل في التايب 2 دايابيتس، بالذات في الادوليسنس اللي هم الشباب او صغار السن من سن 10 ل 18 سنه. اتكلمت فيها عن المشكله بتاعه التايب 2 دايابيتس، ابتدت تزيد قوي في العيانين دولت في السن دوت، زادت لدرجه ان بقى في اكتر من 5000 حاله في اليو اس. الحاجات اللي اتسجلت في اليو اس زادت السنه دي او سنويا بتزيد. المشكله ديت مشكله كبيره جدا، لان تايب 2 لما بيجي في الصغير في صغار السن بيبقى مشاكله بتبقى كتيره جدا، الكوموربيديتيز بتبقى موجوده اثناء الدايجنوزس، يعني وانس العيان جاي بس بيشتكي اول شكوى ليه بتكون بالكوموربيديتيز ديت. الكوموربيديتيز دي زي الديسليبيديميا، الهايبرتنشن، الاوبيزيتي، الفاتي ليفر ديزيز، وفي حاجات خاصه كمان بالادوليسنس اللي هي ممكن لو في مين يجي لها بوليسيستيك اوفري، ممكن العين يجي بس جاست فاتي ليفر، بيكون في الفيرست برزنتيشن دي بيكون عنده كل المشاكل دي. انا اتكلمت عن المانجمنت اوف المشاكل دي، ومن ضمنها اهم حاجه السبب في كل دوت الاوبيزيتي او الميتابوليك سيندروم عامه اللي بنهمه الاوبيزيتي فعلا. الاوبيزيتي طبعا احنا بنصنفها او بنعرفها عن طريق البرسنتايل في الايدج جروب ده، يعني اكتر من 85% في البرسنتايل ده معناها ان ده اوفر ويت، اكتر من 95% يبقى ده عيان اوبيز. ببتدي ان انا اشجع البيشنت دولت ان هم يفقدوا وزنهم عن طريق فاميلي انترفنشن، انا بتكلم مع فعلا الفاميلي بتاعتهم، وابتدي ان انا اقنعهم ان هم لازم يكون في هيلثي لايف ستايل وهيلثي فود فور ذوز بيشنتس. ببتدي اتكلم مع المدرسه، لان ده غالبا بيكون طالب مدرسه او طالب جامعه في الانستيتيوت، ببتدي اتكلم معاهم ان هم لازم يكون ليهم دور في ان هم يساعدوا ذيس بيشنتس فور هيلثي لايف ستايل فور كونفينينت، او ان هم يبقوا ماشيين على العلاج كويس ومظبطين علاجهم. في حاجات في الانترنت كمان، يبقى في انترنت انترفنشن، انترنت بتشجع البيشنتس دول ان هم يخسوا ان هم يفقدوا الويت بتاعهم اللي هو المشكله الرئيسيه اللي بتوصلهم للتايب 2 دايابيتس. الديسليبيديميا ببتدي ان انا اعمل لها سكريننج بالاي اس تي والاي ال تي، ومجرد ما الاقيهم ان هم عليوا قوي ببتدي ان انا اوجه البيشنت ده للجاسترونترولوجي علشان يظبط الموضوع ده. بشوف المشكله بتاعت الهايبرتنشن لازم اعالجها اجريسيف، ويكون ضغط العيان متظبط جدا، لان ده بيكون كوموربيديتي بجانب الدايابيتس، وبيؤدي بعد كده لمشاكل الكارديوفاسكولار والرينال فيلير، بيوصل البيشنت لرينال فيلير. اتكلمت كمان عن البوليسيستيك اوفري، ان احنا ممكن ندي العينين دولك ميتفورمين، ممكن نديهم اورال كونتراسبتيف بيلز ما هواش كونترا انديكيتد. الكارديك ديزيز زي ان احنا نعمل سكريننج ليها بي سي جي او ايكو هارت، الحقيقه ده مش مستحب في العينين الاسيمبتوماتيك، يعني جاست بس اللي عنده سيمبتومز هو اللي اطلب منه الحاجات دي. العينين دولك كمان بيجوا بسليب ابنيا سندروم، طفل صغير وتخين بيحصل سليب ابنيا سندروم، ودوت بتكون مشكله كبيره جدا من مشاكل التايب 2، بيخليه مش قادر يظبط سكره، عنده مشكله في ان هو مش متقبل العلاج، بيفوت دوزز، مش عارف ينام كويس، دخل في ديبرشن وانكزايتي وستريس. كل ده انا بحاول اظبطه ان انا اوديه سونوجرام واشخص دي سليب ابنيا، وانس ان هي وجدت ريكومندد جدا ان احنا نعالجها، لان هتفرق جدا في علاج العيان. طبعا بنصح كل البيشنتس في السن ده ان هو treatment of obesity is the first line of treatment، لان التايب 2 دايابيتس في السن ده بيبقى اجريسيف قوي وشديد ومشاكله كتيره، وبيدخل العيان في مشاكل بدري جدا. ميرسي جدا يا دكتوره، ساعدنا جدا من جوه حضرتك.